السلام عليكم، ازيكم يا عاملين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اسلام باكت ستورز، وده ريفيو للاونلاين شوب عندنا بخصوص البطاريه الار 20 او ما تطلق عليه في السوق المصري الحجاره الترش او بطاريه السخان او حجاره الراديو. ليها مصطلحات كتيره جدا. احنا النهارده بنعمل لكم ريفيو على البطاريه الباناسونيك ميدن بولندا بولندي. البطاريه دي يا جماعه بتيجي بالمنظر ده كده، تمام. دي طبعا فيديوهات على الطبيعه، عشان عملائنا اللي بيبقوا بيشتروا اونلاين مننا بيبقوا عايزين يشوفوا الحاجه على الطبيعه او فيديو ليها. ده شكلها بتيجي بالمنظر، العلبه بتيجي بالمنظر ده كده. العلبه بتيجي 24 قطعه، 12 كارت الكل، يعني 12 باكت اتنين كده مع بعض. دي في منها 12 واحده في العلبه، بيبقى اجماليهم 24 قطعه. تباع بالبطاريه عادي، لو حضرتك عايز اتنين مفيش مشكله، عايز علبه مفيش مشكله، موجود منها جمله وموجود منها قطاعي. بطارية كويسة جدا، استخداماتها زي ما احنا عارفين ممكن الراديوهات بتاعتنا كلها بتبقى هي دي البطارية اللي بتشتغل على الراديو، ممكن تشتغل على السخان، تشتغل في بعض الألعاب، بتشتغل في حاجات كتيرة جدا. بطارية معروفة، ممكن تطلبها من عندنا من على الفيسبوك أو من على الأونلاين ستور إسلام باكت ستورز. احنا أصل إلكترونيات. شكرا.